الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، درس اليوم كما ترون الأوجه والأحرف والرؤوس، واستكمالا لدرس المجسمات الذي أخذناه بالسابق. أستاذنا الكريم أستاذ مدحت، عاوز أعرف وعاوزين نوضح لطلابنا، إيش الفرق بين الشكل والمجسم؟ الشكل هو شكل ثنائي الأبعاد له طول وعرض فقط، أما المجسم له طول وعرض وارتفاع، والمجسم شيء محسوس أقدر أمسك في يدي. نعم، يعني هذا مجسم. هذا مجسم. ما دام مسكته بيدي فهذا مجسم. هذا مجسم. لكن إذا رسم فقط على السبورة ما هذا شكل. شكل. هذا شكل. شكل مستوي. طيب، الوجه إيش هو الوجه أستاذنا؟ الوجه عبارة عن سطح مستوي يرتكز عليه الشكل زي ما واضح قدامنا. ده سلم. الوجه يعني هذا يعتبر وجه. وجه إذا ارتكز عليه الشكل هذا وجه. الجسم صار وجه. هذا وجه. طب الحرف؟ الحرف هو التقاء وجهين. التقاء وجهين. التقاء إيه؟ وجهين. هذا الوجه يلتقي مع هذا الوجه في هذا الحرف فيسمى حرف. يعني هذا الوجه وهذا الوجه ما بينهم يسمى حرف. يسمى ما بينهم يسمى حرف. أما الرأس؟ الرأس التقاء ثلاثة أوجه. الرأس عبارة عن التقاء ثلاثة أوجه. أدي وجه اثنين ثلاثة. هذا ما بينهما يسمى رأس. يسمى رأس. يعني هذا الوجه وهذا الوجه وهذا الوجه ما بينهم هذا يسمى رأس. يسمى رأس. ممتاز. طيب الحين بعطيني بعض المجسمات وعاوز يعرف كم عدد الأوجه والأحرف والرؤوس لها. بالنسبة لهذا المجسم أو مجسم ما بيدك يا أستاذ مدحت؟ هذا يسمى مكعب. نعم. هذا كم أوجه يسمى مكعب؟ كم وجه لأستاذ مدحت؟ له ست أوجه. له ست أوجه. ست أوجه. ممتاز. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ممتاز جدا. يبقى أنا عندي هذا المكعب له ستة أوجه. طيب كم عدد الأحرف له؟ له 12 حرف. له 12 حرف. ادي 1 2 3 4 و 4 من تحت 8 و 4 من الجناب يبقى 12 حرف. ممتاز جدا. يبقى عندي 12 حرف. طب كم عدد الرؤوس له؟ له 8 رؤوس. 4 رؤوس من فوق 1 2 3 4 و 4 رؤوس من تحت يبقى المجموع كله 8 رؤوس. ممتاز جدا. تلمو بسن. ثاني مجسم عندي هو متوازي المستطيلات. هو متوازي المستطيلات نفس المجسم المكعب بياخد نفس الصفات بتاعته. له عندي 8 6 أوجه. وجه 2 3 4 5 6. الأحرف نفس الأحرف المكعب. حرف 2 3 4 5 6 7 8 اللي هي الأسفل، وأربعة في الجوانب يصير 12 حرف. رؤوس عندي أربعة فوق 1 2 3 4 وأربعة في الأسفل 1 2 3 4 يصير 8 رؤوس. الشكل اللي بعد كده الهرم. الشكل بعد كده إيه؟ الهرم. له كم وجه؟ تعال عد مع بعض عدد إيه الأول. أدي 1 2 3 4 والقاعدة يبقى خمس أوجه. ممتاز. خمس أوجه. عدد الأحرف 1 2 3 4 وعندي 4 أحرف من تحت يبقى مجموع 8 أحرف. 8 أحرف. ممتاز. عدد الرؤوس. عدد الرؤوس أدي رأس من فوق وأدي عندي 1 2 3 4 يبقى 5 رؤوس. رؤوس. ممتاز. عندي المجسم اللي بعد ذلك هو الأسطوانة. الأسطوانة لها وجهان، وجه من فوق ووجه من تحت، وجهان فقط. أما عدد الأحرف فلا يوجد أحرف لها، كما قلنا من قبل أن الحرف هو التقاء وجهان. طبعا ألا يوجد هنا التقاء للأوجه، لذلك فعدد الأحرف صفر. الرؤوس لا يوجد ولا رأس. الرأس كما قلنا من قبل وارتقاء ثلاثة أوجه أو أكثر، لذلك ليس هناك ارتقاء للأوجه، لذلك عدد الرؤوس صفر.
المجسم بعد كده عندنا المخروط، والمخروط طبعا الشكل المنتشر في حياتنا زي الايس كريم او القبعات اللي تلقى فيها اعياد الميلاد. المخروط له وجه واحد فقط، له وجه واحد فقط. ممتاز جدا. كما نرى لا يوجد له احرف، لا يوجد له ايه؟ احرف، فعدد الاحرف في المخروط صفر. عدد الرؤوس له راس واحد فقط، له راس واحد فقط. ما هذه استاذنا الفضيل؟ هذه كرة كما نرى. كم عدد الاحرف لها؟ لا يوجد احرف لها استاذنا الكريم. كم عدد الرؤوس؟ لا يوجد لها رؤوس. كم عدد الاوجه؟ صفر كلها. فعندنا كرة لا يوجد لها احرف، لا يوجد لها رؤوس، لا يوجد لها اوجه، كلها اصفر. وبذلك انتهينا ان شاء الله من درس اليوم والتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.